بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل في الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا ويديم الأمن والأمان علينا. رسالة اليوم مع الحب والتقدير والاحترام لمعالي المهندس خالد الجاسر مدير عام الخطوط السعودية. المرسل لمعاليكم كابتن طيار، له في مجال الطيران أكثر من 30 عام، يعرف أسرار الطيران ومتى. أعلنت الخطوط السعودية رسميا بابتعاث 30 فتاة سعودية لدراسة الطيران ليصبح طيارين في الخطوط السعودية. تفاجأت أنا في بداية الأمر بهذا القرار حقيقة، وكما تفاجأ الكثير في الشارع السعودي بابتعاث بناتنا لدراسة الطيران. يسمح لي معاليك ويسمح لي الأخوان المتابعين والأخوات بأن أضع النقاط على الحروف بخصوص الفتاة السعودية والمرأة السعودية. أنا شخصيا أفتخر بما وصلت إليها الفتاة السعودية من نجاحات أبهرت العالم، فقد اعتلت منصات التتويج في أعرق الجامعات العالمية، وما سوف تسمعونه مني ليس تقليلا في شأنها أو ظلما في حقها، بل أنا ناصرا لها. الطيران اليوم أحبتي الكرام ليس مثل الأمس، طائرات اليوم الحديثة جل وقتنا فيها بالطيران الآلي. أنت كطيار عليك أن تحفظ وتتابع، والنساء ما شاء الله تبارك الله في الحفظ ما شاء الله ذاكرة 8 جيجا، يعني أفضل منا كرجال في الحفظ. أنا لن أتكلم من ناحية شرعية، من ناحية السفر دون محرم أو الخلوة في الطائرة، أنا لن أتكلم عن هذا المجال، لأنني لو ذكرت أحد الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال نقف هنا، وليس لنا خيارة في الأمر إذا قال الله وقال الرسول. ولكن فليسمح لي معاليك أن أتكلم عن طبيعة العمل، عن مهنة الطيران وما نعانيه نحن من صحاب نحن كرجال. لا يخفى معاليك طبيعة عملنا من ناحية الاجتماعية، كم نبعد عن زوجاتنا وعن أبنائنا وبناتنا وعن جماعتنا وعن أهلنا، ولكن كما يقال سدد وقارب، عوضنا الله بنساء صالحات تحملنا مسؤولية تربية الأبناء والبنات. فكيف بالغد لما تكون الفتاة السعودية طيار؟ من يهتم ببيتها؟ من يهتم بأطفالها؟ أتركهم للخدم؟ مهنة الطيار لا تصلح للفتاة المسلمة التي تريد أن تعيش حياة الاستقرار والأمومة. طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل من حيث التحمل، مواجهة الصعاب. أنا درست مع نساء يعملون بمهنة الطيار طيلة 30 عام التي قد تشفع لي أن تسمعوني، وجدتهم أنواع. نوع مسترجل فيه من الرجولة والخشونة، والنوع الآخر مشتت، مشتتة لا زوج ولا أطفال ولا حياة استقرار، بل حياة الشقاء والسعي وراء المادة. وبعضهن استسلمنا للواقع بأن هذه مهنتها وقد سرقها العمر وأصبحت لا تنفع لا أما ولا أنثى. هناك فتيات مسلمات من الباكستان، من مصر، من الأردن، من الإمارات، من عمان، ولكن شوفوا حالهم. استبشرنا خيرا عندما وقعت الخطوط السعودية مع التعليم العالي بابتعاث 3000 شاب سعودي لدراسة الطيران، واليوم معاهد الطيران في العالم كله ما شاء الله تبارك الله ملأة بالشباب السعودي لدراسة الطيران، وعندهم أمل كبير جدا عندما ازدهر الطيران الحمد لله في الخطوط السعودية، طيران ناس، نسمة، السعودية الخليجية، أديل. أنا شخصيا ما خبرت من الخطوط السعودية إلا سنن حسنة تسنها دائما وترفع قيمتها في عيون الناس. لا يوجد مصلى في أي خطوط في العالم يصلي فيه الإنسان واقفا واتجاه القبلة إلا في طائرات الخطوط السعودية. كل واحد يحترم الخطوط السعودية كونها تمنع تداول وشرب المشروبات الكحولية داخلها،
يشعر من يطير في الخطوط السعودية ومن يختار الخطوط السعودية كرحلات الطيران بالأمن والطمأنينة عندما يسمع دعاء السفر. هذه سنن حسنة سنها من قبلك، فشوف الأجر والثواب التي يلحق به إلى يوم الدين. اليوم عمل وغدا حساب، فلا تسن سنة سيئة معاليك وتخرج الفتاة السعودية لمجال الطيران. أنا والله لك محب، يشهد الله إني لك محب، ولو أعرف طريقة أفضل من هذه أقدم لك النصيحة والله لتصل. أتمنى معاليكم ويتمناه كل المواطنين السعوديين، أنا عندي مئات الآلاف من المتابعين كلهم استنكروا نساء ورجالا، أتمنى أن يكون هذا الخبر مجرد فبركة صحفية ليس له أساس من الصحة.